او انا كنت لعبتها يعني، لعبت الجزء اللي بتاع دوت، اول جزء كده تمام، كان في قلش كتير تمام، وكانت معركه كده ملهاش اي ستين تلاته لازمه، كانت حرب يعتبر يعني. فلاحظ الكلام دي، وعايز اقول لكم الناس سجلتها من اسبوعين. هنريح صح. وبعد ما جيت اسامين ان الشخص ده كان معانا، يا عم يقطع الحبل وسيبه. فلاحظ الكلام دي ان الميكروفون اتعمل له بوست والصوت كان بايظ جدا. ترى هننزل هننط من هنا مش عارف ايه، وريه كده ايه ده. اوبا ولا اوه. فالجزء ده شكله هيبقى اكشن وبتاع، فخلينا نشوف. الجزء الاولاني كان حرب كده مش مفهومه، كان في قلش كده مش مفهوم. فعاملين ايه الاخبار؟ دي فقره ذكريات يا جماعه، واهلا بكم في هذه الفقره الجميله جدا. لو انت جديد معانا في القناه، احنا بنعمل فقره ظريفه كده اسمها فقره ذكريات، بنلبس فيها لا مش بنجيب فيها العاب قديمه وبنلعبها. فلو انت عاجبك الموضوع دوت، يا ريت تعمل لايك للفيديو دوت. ولو انت جديد في القناه وحابب تستمر معانا في هذه الفقره، يا ريت تعمل سبسكرايب وعيا بينا، عشان هنشوف فيه قلش حاجات. الجزء الاولاني كان فيه قلش يا جدعان، انا ممكن احكي اختصره لك في ايه، ممكن اختصره لك. كان حر وانا كنت عمال العب في الزراير تقريبا، حاجه زي كده. كان فيه قلش. عامل ايه؟ عامل ايه؟ يخرب ولا ايه ده فيه؟ بقول لي يوز ماوس لوك. اوكي ولا 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 اوكي طيب. طيب ايوه ايوه ايزي داز ات ايوه رايت مان. اوه خرب بيتك. الحته صعبه، الحته دي صعبه. ها اوكي. ها هو قال دوس اف؟ لا ما تقولش ان انا عادي من الاول. هو قال دوس اف ليه؟ فتحنا الباراشوت، هننزل هنا على البتاعه دي. اوباز اوباز على النزول الحماسي. فناس منكم كتيره كانت عماله بتقول ابو اسماعيل العب العب هذا الجزء الجميل جدا تمام، او سلسله بلاك اوبس عامه تانية. المفروض هنعمل ايه؟ ايه ده؟ الله الله ده كرايسيس. اضربهم ولا ايه؟ اضرب العين؟ وقال لك تشيك بوينت، ادام تشيك بوينت خلاص بقى. ده المزيكا دي. يخرب بيتك ولا انا معلي الليفلز ديفيكالتي يا عم، يخرب بيت القلش. اه وانا ضربت ايه؟ ريفيل يا عمو. المشكله ان احنا معلنين الديفيكالتي اصلا بتاعت اللعبه، ففي قلش كده مش مفهوم. اكيد دي انتل اكواير انتل. ها اكس يا عمي ارجوك. انت يا ابني انت. اوكي طيب الناس دي معايا كلها. ايه ده فيه المزيكا حلوه. معايا الناس دي معايا. في ايه؟ هو مين معايا ومين ضدي؟ الو السكندري بتاعي ايه؟ ايه ده السكندري بتاعي ليزر في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده السلاح ده؟ ده السلاح ده ويك كده؟ بس نشوف اي حد معايا. الراجل اللي معايا مين؟ طب مش معايا، مين اللي ضدي؟ ده ايه السلاح ده بيعمل ايه ده؟ بيكهرب؟ nope. بيكهرب صح؟ nope. ولا ما بيكهربش ولا بيعمل ايه؟ معايا كل الناس دي معايا. وتقريبا اللي معايا ده تقريبا متفجرات يا اخوانا. الو ويك كده؟ اوكي تعب. جو تومب ريدر قوي في نفسيه قوي. احنا المفروض كنا هنعمل ايه؟ احنا برضك مش عارفين القصه ايه اللي هيحصل فيها، بس احنا برضك بنابريشيت الحاجات يعني. الجرافيكس برضك كان ظريف. في ريفيل هنا او سلاح. وريك كده السلاح ده ايه؟ ده شيلد؟ انا غيرت؟ كاموفلاش. ملحقتش اعمل كاموفلاش. وداون يا ابني ريفايف. تعالوا لي بقى من خلال ها نوب. ها انت تقريبا السايت اللي معايا ده بتشوف فيه من ورا الحيطه. حلو. يا عم ده زميلي يا عم. بص بص ده بتشوف من ورا الحيطه. اوه بص 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 بص
يا عم زميلي ارجوك هات. دول ناس مدنيين مات. خرب بيتك ولا انا مو ما تقول ان ما... لا بقى بص 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 ليه موت بص ليه موت. ها ايه دول معايا دول معايا. لا الجزء ده جامد. افتح يا عم لا اعمل اي حاجه. السايد ده تقريبا اتعمل في ادفانسد وورفير اللي هو بتخليك تشوف الناس من ورا الحيطه تقريبا. يعني عارف انت يعني انت هنا بص انت عارف ان في حد جامد. ده جامد. اميجو مين يا عم الكوتشيهات. الله 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 الله. لا لا قطع. دي بقى مشكله ان انت ترمي افيهات في وسط معركه. خش جوه خش جوه خش جوه. هو زميلي بيعمل ايه على اليمين ده يا عم؟ انت المفروض اصلا يخش عليه. مين بيطلع قطع؟ الواد اللي هناك ده ما بيقولوش اي 60 3 لازمه هاربر ده. يا عم بص اللي اصلا ده الواد داخل اصلا جوه كان باص الناحيه الثانيه الواد اللي ضدي اصلا بص مش لحيت. ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ باي. ده باص ده. هينفجر. جميل جدا. ايه ده؟ البتاع ده جامد جدا. في حد هنا؟ هاربور هاربور لا هاربور بقى. اوه كامفلاش وكده. استنى يا عم الكامفلاش اشتغل يا عم. باي. ايه ده؟ وفي ايه؟ هتعمل كامفلاش حته كرايسيس بس سلاح باين. المشكله ان هو سلاح باين وكده. باي باي يا جماعه. ايه ده؟ هو باظ. بقول لك لا الجزء ده جامد. الجزء ده فيه شويه تفاصيل حلوه. هنخش بالانسان الالي ولا ايه؟ ولا خش عليه خد يلا ولا يلا يلا سوق. بقول لي اوبن كونتينر مستنيني عشان افتح الكونتينر. حبيب قلبي ويت يا عم. ايه ده مين ده؟ ينفعش اقتله؟ نايس جرافيكس. تفتكر هو ممكن يموت؟ وايه كده؟ مش حد بيموت. ولا مين اللي ضرب عليكوا يا؟ ديفندز اريا. اوكي اوكي. الله لا ما تقولش اللعبه هنجت. اللعبه هنجت. ما تقولش بالله عليك. عشان الافيهات اللي انا عمال ارميها دي. يعني لا انا كنت اصلا طاف من بدري يا عم. رجعني من الاول تاني يا عم. يخرب بيت عيدنا النطه والبتاع دي من الاول خالص يا عم. اخلص بقى اعيد كل ده من الاول تاني. طب انا ادوني ثانيه نعيد البتاع ونقف عند الحته بتاعت الانسان الالي دي. يا عم يلا يا عم يلا يا عم خش السيرف. ما فاتش برضك نفس الحكايه. باي. نو 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 هكس ليتس جو. فين الناس؟ بتعمل ايه؟ هاي. هاي يا عم بقى ابو بقى من الاول. والاخر طب قلنا حول الله يا عمي بقى ابوك ما عرفش كده. كلير كلير. اوكي احنا وصلنا لحد هنا. ليتس جو. ليتس جو يا برو. سوري سوري يا برو سوري يا برو سوري يا اربع. ده معانا ولا مش معانا؟ ده معانا ده صح؟
مكان منا ومال الحب شكل بنا وتعب القلب. ايه ده؟ وقع الجزء ده من الستوري جامد جدا. اللعبه هنجت وكان الموضوع مسخره. انا ماشي ليه كده بطوط في نفسي؟ ايه ده؟ This single device has more processing power than your entire military infrastructure. مين اللي قتله؟ لا اله الا الله. انا مش سايب الا مش سايبين الانسان الالي بتاعنا دوت معاهم. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا عم انت؟ انت الناس دخلت كده عادي؟ لا بقى خش جوه. ولا ها؟ دول زملائي. السكنه دي نفس السكنه في كول اوف ديوتي موبايل، ومحدش يقول العب كول اوف ديوتي موبايل عشان مش العبها، عشان انا بتوجعني منها، مش عشان اللعبه، لا انا بس عشان انا بتوجعني منها. يعني ممكن العبها مره واحده في السنه. حبيب قلبي ايه ده؟ نايس سي جي، حركات جرافيكس، ايه ده؟ ايه الجرافيكس ده؟ فيه ايه الشنب ده؟ هي بس البدله واخده جزء لميع. هوقف لحد هنا لان اللعبه يعني خايف تهنج تاني، لان انا اضطريت ان انا اعيد كل اللي عملناه في الاول خالص، اضطريت ان انا اعيده من الاول تاني. الجزء ده كان جامد جدا. فعملا يعني ربنا يعجبكم اللي عجبكم الفيديو. حابين نشوف فيديوهات تانيه من فقر ذكريات او من العاب كول اوف ديوتي، لكن انتم لايك وسبسكرايب وشكرا. الفيديو الجاي سلام.